شكر للاسوسياسيون اللي تكونت على راسها الاخيان خليل برباش وسي فتحي فرح والاخيان الكل، وهذه هي من الاسباب الكبيره اللي لمتنا وجمعت الترجيين الكل مع بعضنا. باش نتكلم على روحي شويه، باش نقول انا صحيح راني متكون في الكرم وجيت للتراجي سينيور، لكن متكون في الكرم اما عرق العائله نتاعنا كلهم كشخير. كما كنت نحكي احنا اصلا من الحفير وجينا سكننا في حلق الواد، مشيت تستيت في الكرم وانا صغير ولعبت في الكرم، وكان ديما حلم واحد باش يلعب في التراجي، والحمد لله جات فرصه وانا سينيور نعمل الاولاني 20 سنه، جات فرصه مع سي حميد الذيب الله يرحمه ونعمه، تستيت وجيت مع الاخيين ودخلت للتراجي على الفكره. وانا نلعب في الكرم كنا نلعبوا السينيور معناها نفس الوقت ماضي ثلاثه، كيما تراجي تلعب ماضي ثلاثه احنا في الكرم السينيور نلعبوا ماضي ثلاثة، لكن كنت ديما في الميتون في ماتشوتنا نتاع الكل، وقت اللي الناس كلها تدخل للفستير باش ترتاح وتاخذ لي كونسيلي مع عند لونترنور نتاعنا، انا كنت ندخل لخريني نبدا ساعة نسال التراجي ايش عاملة في الميتون، ناخذ ساعة ريزولتا تاع الميتون تاع التراجي ومن بعد نكمل مهمتي مع جمعيتي حلقة الكرم. وكما ما قلت شرف كبير وكبير ليا برشا باش خدمت وجيت لعبت في الجمعية هذه، وكما ما قالوا الاخيان جي سوي فير داتر اسبرونتيست، وهذا شرف ليا. اللي كورته في التراجي ولا اللي رانيته في التراجي هي تراجي بحر كامل، انا ما نجيش نكته قدام الاخيان اللي قدموا في التراجي تكريم هذا يسار، انا لكن متاكد اللي ثم ناس تستحق تتكرم قبلي انا واعطاوا التراجي اكثر مني انا. انا جات فرصه فيو اللي نعيش البرة وجيت لتونس، نشكر الاخيين اللي استدعوني وجيت باش قابلت المكشخين هذوما، وهذه هي احسن فرصه بالنسبه لي انا باش نرى المكشخين بتاعنا الكل. لكن راهو التكريم انا ما يجي شيء قدام رجال التراجي وقدام اللي قدمته التراجي، وبارك الله فيكم على الفرصه هذه وشكرا وتحيه التراجي وترجي دوله.